www.artmodernemv.gov.lb. موقع إلكتروني للمتحف الوطني الافتراضي للفن الحديث أطلقته وزارة الثقافة بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة الألبا، والهدف تسليط الأضواء على أعمال فنانين تشكيليين لبنانيين من مقتنيات وزارة الثقافة ونشرها عالمياً. فكرة المتحف الافتراضي نشأت بصدفة كتير مميزة. كان عندنا معرض لفنانين كنديين بالأكاديمية، وكان في لقاء وقتها وندعى عليه أكيد وزير الثقافة أستاذ عريجي، وكان في سفير كندا. ما قبل ما نفتتح المعرض مرقوا عندي على المكتب هون، وكنا قاعدين وأنا بالمكتب مثل ما أنتم هلا ملاحظين في تابلويات لكل فنانين التشكيليين اللي مرقوا على الأكاديمية من سنة 1937 لهلا. بقى قال لي يا الله شو حلو، يا ريت فيني أعمل هيك شيء. أنا عندي ثروة طويلة عريضة بوزارة الثقافة من لوحات ومن كمان تماثيل، وما عم بقدر أعرضه. بتفز سفيرة كندا وبتقول طيب ليش ما بتعملوا متحف افتراضي؟ إذا لقطت الفكرة هيك قلت له خلص ونحن مستعدين نعمل لك إياها. قال لي بمسكك بالكلمة، ها؟ قلت له خلص. وهيك انطلقنا حقيقة، أسسنا فريق عمل راحوا اطلعوا على كل الكوليكسيون الموجودة. من بعد ما عملنا هالجردي ونقينا فيها تقريبا بين 600 لوحة، الخطوة الثانية ألفنا فريق عمل من المدرسة اللي راح اجتمع مع كل الفنانيين الموجودين اللي عايشين لنعمل معهم مقابلات لندخلها بهالمعرض الافتراضي. من بعد هيك بلشنا نشتغل على كيف بدنا نقوم بهالمتحف الافتراضي، يعني بدك تعمليه تحطيه بالكمبيوتر، تعملي له مثل متحف افتراضي بفوتوا عليه، في ممرات، في صالات عرض، واللي عم بيكتشف هالمعرض بيقدر يفوت من صاله لصاله، وهالصالات احتوت على الحيطان يلي بكره بده يفوت الواحد عليها من خلال وزارة الثقافة، في فوت ويتطلع على كل صالة اللي بتمثل 10 سنين معينة، بيتعرف على كل هالفنانين، وفي نقي اللوحة بيكبس على اللوحة بيطلع عنده مين الفنان، امتين خلق، شو تعلم، شو عنده من لوحات مشهورة، وين مرق، شو عنده خصائص بفنه، بيقدر يقريها الواحد. إذن كل اللبنانيين مدعوين لإدراج هذا الموقع على أجندة مواقعهم الإلكترونية واكتشاف حقبات أعمال الفن اللبناني. الموقع متوفر بثلاث لغات: العربية، الفرنسية، والإنجليزية، وقريبا باللغة الإسبانية، وهو من دون شك فرصة لا تعوض لاكتشاف تراثنا الفني والتعرف عليه عن كثب.